نختم معك بالمعلومة هذه، وإذا كان غلط صلح لي. يقول لي جديد صابر باعي باش تكون أغنية من الشاعر اللبناني علي المولى، اللي هو في قرابة من علي المولى اللي في إدارة الأعمال، اللي هو ابن أخت علي المولى. علي المولى من الناس اللي تكتب بطريقة أخرى. علي المولى جونيور يعني، اللي هو يكتب بطريقة أخرى، مميزة أخرى، كلام آخر، صيغة أخرى، تصور آخر. عبقري، أنا نعتبره علي المولى عبقري بصراحة. جاهزة الأغنية؟ مازال ما مش جاهز، لكن قاعدين نتحسوا سيريوزمون، على خاطر هو معناه بالنسبة لي، هو أنا نعرفه اللي عمره 10 سنين يعني. أول ما وصلت لبنان كان يكتب، هو عمره 10 سنين كان معناها وقتها قال لي أول قصيدة بالعربية الفصحى. هو عبقري ملي هو صغير ما شاء الله عليه. دونك علاش لا، قاعدين نحكيه في حاجة باية إن شاء الله، ومازالت هي مش حاضرة لما حال نحكيه. ما تعرف علي، أنا ديما نكتب عليه كما يقولوا، ونحاول ناخذ من عنده الحاجة الممو إن شاء الله يا ربي.